هدول الشماعات رح احتفظ لك فيهم لعيد ميلاد الجاي. زيادة عليهم بتكون واحدة. لا يلا. نقص واحدة. يلا يا جماعة. قطعي قطعي يا ريما. تفضلوا. الله يبارك فيك. عقبال شو دكتور شافك بعيد؟ تفضل دكتور. ايش السؤال؟ كل الكلام اللي قلته مفيش رد عليه؟ يعني كلامي إلك ما اقنعك في مدى حبي؟ كنتوا تتحدثوا بأحاديث الغرام والشوق؟ مالك يا سهاد؟ ليش ساكتي؟ ما بعرف، دايخة. بفضل أروح على البيت. طب فوت استريح بأوضتي. لا يا ريما معلش، أفضل أروح على البيت. ان شاء الله عقبال المئة سنة. يا ريت ألف مبروك. يلا بخاطركم. مع السلامة. يلا يلا عقبال مئة سنة يا ريما. الله يسلمك. مع السلامة. سائدة مالك يا حبيبتي؟ شو مالك؟ كنا بنلعب انا وسهاد، واجا اكرم شد شعري واخذ مني الطابة. مالك يا حبيبتي، بس يجي ابوك بخليه يحكي لابوه. روح يا مروان العب مع مروان. مروان يا مروان بقول لك تعال. انا راح انزل لك منه. عجبك هيك؟ هلا اكرم ومروان بيتخانقوا مع بعض. I
اسمع يا منيرة، هاي مش لازم تخلي رافع يضيع منا أبدا. كله بإيد ربنا. أيوة، بس أنتوا دلعتوا سائدة كتير وسمحتوا لها تتمرض أكتر من اللازم، ورافع طلع أخلاقه عالية ورجع بده سهاد المرة هذه، ولازم تقنع سهاد. وإذا ما ردتش يا أحمد؟ يا منيرة، يا منيرة لازم تفهمي إنه هاي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأسرة من الورطة المادية اللي هي فيها. وبعدين رافع مش عاطل، ابن ناس. وبتنسيش إنه أخو ريما أعز صديقات لسهاد. توكلنا على الله. إحنا نحمد ربنا إنه رافع ما تركنا بعد اللي صار معه بالنسبة لسائدة. وبعدين ما تنسيش مرة تانية إنه خالد يا منيرة ما فيش منه فايدة، بدكوا تاكلوا لقمة العيش. إن شاء الله، توكلنا على الله. يا رب ما تخيب أمل إنسان، يا رب يا رب يسر ولا تعسر. مالك؟ ريما، أنا مش مرتاح لعلاقة مروان بسهاد. أنت ما نجحتيش في إبعاد عنه. أنا عملت اللي قلت لها عليه، قلت لها إنه مروان بيضحك عليها وإنه بيخدعها كمان. مش كافي، مش كافي، مش كافي، مش كافي. انت لازم توقفي بطريق مروان وسهاد، لازم تبعديهم عن بعض. ام لمروان مرت عمك قالت انه بده تخطب سهاد لمروان، لكن مرض ابوها هو اللي اخر الخطبه. لكن مروان قدامه وقت طويل ليكمل تعليمه. بعدين قل لي، دام بتحبها ليه ما تروح تخطبها من ابوها قبله؟ جاوبني. اسمعي يا ريما، انت عليك تمهدي لي الطريق مع سهاد، وانا علي الباقي. تفضل. مش
معقول. متأسف جدا. أنا بصراحة أنت كنت انتظر سهاد. متأسفة. سهاد نايمة. لا أكون صحيتك من النوم. لا أبدا، أنا لسه ما نمتش. الساعة 9 وما كنتش حاسب حساب إنه ممكن تكون سهاد نامت بدري. ما أنت عارف لازم تصحى بدري. بالضبط بالضبط. ما أنت عارف لازم تصحى عشان دروسها ولازم تنام بدري. أيوة 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 أيوة. عن إذنك. يا خالد، البنت لازم تسمع الكلام. عصفور بالإيد يا بني ولا عشرة على الشجرة. يا ابني رافع رجعني وأنا شايف إنه عريس مناسب وبتستاهله أختك. لازم توافق وتقنع أختك إنها توافق. يا خالي، هي مش طالبة جيزة، سيبوها في حالها. هي طالبة تتعلم، حرام توقفوا بطريقها. وبعدين نطلع إن هذا رافع الزفت. يا ابني احنا عيلة طفرانين، احنا ناس عد الحال، ما فيش حيلتنا القرش. ابوك نتفت هالوظيفة وامك الله يسعدها ويكون في عونها، وانت لا شغلة ولا عملة واختك سائدة. يا خالي انا من الصبح راح ادور على شغلة مشان ما اسمعش كلامكم. انت يا دوب تقدر تصرف على نفسك. ليش تكسر بخاطره يا احمد؟ بلاش يبقى مغرور بنفسه كتير. الإنسان لازم يعرف نفسه على حقيقتها. ما هو سلامة أبوه يا أحمد. أيوة، بس أبوه بقيلهم. أصبحت سائدة حلم لم يتحقق، أسطورة، لوحة صامتة أبعادها مجهولة. أصبحت هزيمة أرفض الاعتراف بها. وأصبحت سهاد هذا البديل الذي سيحقق لي ما أصبو إليه. أحسست لو أني هزمت هذه المرة فلا بديل لي إلا الاعتراف بالهزيمة. اعتراف لنفسي بضعفي، وبذلك يكون دماري. رغم أن لسهاد صفات مختلفة عن سائدة، ولكنها جلية وواضحة، وسائدة غامضة. كنت أعلم علم اليقين بأن سهاد تحب مروان، ومروان يحبها. كنت أحس في تلك العقدة تحد لقوتي الجديدة. كنت أحس أني لو تغلبت عليها شفيت، نعم شفيت من أسطورة سائدة، وأعدت ثقتي لنفسي. لذلك شعرت أني
يجب أن أبذل كل ما أستطيع لتكون زوجة المستقبل أن العنصر الضعيف. إن قهر الوضوح